مباراة النهائي دوري الأبطال، لأن في كلام برضو في هذا الموضوع، في كلام بيتقال إن بسبب جائحة كورونا المنتشرة في جنوب أفريقيا فمن الممكن أن يتم تأجيل المباراة. محدش عارف على فكرة، هنسمع كلام كتير في هذا الأمر، هنسمع كلام كتير في هذا الأمر. يعني بعض الصحف المغربية اتكلمت في هذا الأمر وقالت إن من الممكن جدا أن يتم تأجيل المباراة دوري أبطال أفريقيا لأجل بقى أو لما بعد البطولة أو الأولمبياد. هل الكلام ده صحيح؟ محدش عارف. فمش عايز برضو الناس تروح لمثل هذا الأمر. مش طبعا معانا هي على الهواء كاف بتدرس إمكانية نقل نهائي دوري الأبطال خارج المغرب بسبب الويكلو. طبعا ممكن جدا يتم النقل للكاميرون، وهو ده الكلام اللي بيتقال ان هو الاقرب ان الكاميرون هي اللي تستضيف، ولكن كل دي ارهاصات، كل ده كلام بيتقال من بعض الصحف في المغرب، بعض الصحف في بعض البلاد الافريقيه او الدول الافريقيه. وبالتالي احنا لغايه دلوقتي احنا هنلعب المباراه النهائيه يوم 17، وبالمناسبه ما حدش دلوقتي بيفكر من اللاعبين، من اللاعبين خدوا بال حضراتكم، الجهاز الاداري دوره، كابتن سيد عبد الحفيظ وبقيه الجهاز الاداري اللي متواجد دوره ان هو يعرف الحاجات دي ويشوف الدنيا ماشيه ازاي، ويبقى ليه دور وقرار مع الاتحاد الافريقي. لا انا مش هينفع العب هنا، انا هلعب بما انك غيرت يعني. لكن اللاعبين لا، اللاعبين مركزين في مباراه يوم الخميس القادم، مستنيين مباراه الخميس القادم، لان اتقفل الملف الافريقي واصبح امامنا الملف ملف الدوري العام المصري.